اكيد الناس ديال اليوتيوب فحشوني. واخيرا فيديو على اليوتيوب. يا مساء الفل والفلالي، ازيكم عاملين ايه؟ مساء الفل والفلالي عليكم. والله انا توحشتكم بزاف 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 كل ده الدنيا قد الدنيا. حيت محمد كان ناسيكم، انا اللي فكرته طبعا. بصراحه كنت قربت انسى ان انا عندي قناه يوتيوب والله. مرحبا بصراحه مرحبا مرحبا باللي جاي. هلا هلا والله، هلا بالطش والرش والبيض مفقش. هلا لا والله. هلا وغلا وقلبك ما يطب وكرتونة حالة. ما يطبك بلا. عاملين ايه يا حبيبنا؟ والله وحشوني جدا. دي لي فترة بصراحة كنت غايب عنكم، بس فعلا في ناس عندنا هنا في اليوتيوب مش موجودة في المنصات التانية. انا كنت موجود في المنصات التانية. والله انا اللي فكرتك، فلازم تعرفوا انا اللي كان فكر محمد. خيرك عليا. خير عليك ثابت. عاملين لاباس عليكم، والله توحشكم. وحنا كنعتذروا بزاف على الغيبة اللي طولنا عليكم انا ومحمود، ولكن كان عندنا ظروف ملي رجعنا تهينا في كذا حاجة، ما كانش عندنا الوقت نصوروكم. هو عموما العلاج الطبيعي بتاعي. العلاج الطبيعي محمود كان. انا بعمل علاج طبيعي بتاع 3-4 مرات في الاسبوع. فماشيين ماشيين 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 للسبيطار، باقي ما سالينا المشوار ديال السبيطار. ان شاء الله ادعوا مع محمود ينوض بالسلامه باذن الله وصافي. ان شاء الله ادعوا بالمستشفيات. ادعوا معايا ان شاء الله نشيل العكاز الاخير ده، احنا خدناها مراحل من اول. فاضل اخر واحد. كرسي من بعد رجع جوج العكاكز، من بعد حيد جوج العكاكز، عمل جوج العكاكز اخرين، من بعد حيد واحد العكاز، دابا بواحد العكاز. فان شاء الله تحيدوا وتبقى تجري وترجع الحياه الطبيعيه، ولكن دابا احسن من الاول بزاف. الحمد لله معذب وكان النفسيه ديالو مدمره. دي اقل حاجه عندي على فكره. يا فيه ما يتشاف، عرفتو صعيب بزاف ومانع. هو دوز عليا كحله 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 هاد الايامات محمود. والله الا نشكي لكم نخوي عليكم قلبي والله. ان شاء الله تنوض بالسلامه. ان شاء الله والله الحمد لله. انا ايام بصراحه انا قطعتك عشان خاطر مش عايز افتكرها بصراحه، يعني الحمد لله على كل حال. لما تنذكر وما تتعاد زي ما بتقولوا في المغرب. صح بتقولوا تنذكر وما تنعاد. هلا هذيك في لبنان قال في المغرب. امال في لبنان تنذكر ما تنعاد. امال في المغرب بتقول ايه؟ بتقولوا ايه اللي هي شبه دي؟ ما نعرف نسيت. اللي هي ما تعاودش. ايه ما تعاودش وصافي. ما تعاودش وصافي. صافي قولوا لنا شنو هي كتقولوا. لا كنقولوا لا في المغرب. ايه والله مش فاكر والله بصراحه. عيط بالرو مني انا والله. عيط بالرو مني يا ويلي. بس خلاص بالرو مني. قناه اليوتيوب عليها غبره والناس بتسال فيها والناس بتبعت تسال فين انتم من اليوتيوب والكلام ده كله. فقررنا ان احنا نعمل فيديو على اليوتيوب، وبدانا ان احنا بالفعل ان احنا نشتغل على سلسله، وسلسله جامده وقويه. وانتوا عارفين دايما احنا ما بنجيبش اي حاجه خلاص، فانتظرونا احنا مش جايين. انا عايز اقعد. انتظرونا احنا مش جايين. احنا جايين. جينا بخالتي على الجمهور ديال اليوتيوب ما كتنزلوش شو ما عليك. ايه ده؟ قلت لك بخالتي على ايه وانت تنحت اترجم. نزلي الترجمه. بقول لك انت بخلت على جمهور اليوتيوب مش بتنزل له حاجه. اليوتيوب جمهور بخلت عليهم. لا 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 والله. كان يضرب الزربه انا ما كنت بفهمه. لا شويش 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 كده. تعبتيني. بس لا ما نقدرش. ايوه المهم ده رجعتي. ده برجعنا. ده خلاص يعني صافي. زازلوز عشيري. زازلوز عشيري. دلوقتي خلاص الحمد لله انت لبست الجاكيت ديال اليوتيوب. ما طبعا دي عده الشغل. لازم باذن الله ان شاء الله الفتره الجايه انتظروا شغل جامد جدا. حلقات ان شاء الله باذن الله ما تنقطعش. اهم حاجه انت يعني انت اصلا عملتي لنا عملتي كارثه ورا مني في ورا ظهري. انا اليوم 11 في شهر 11 امبارح عملت واحد الكارثه على محمود. صح لما فاجاته فهو يعجي سكته تستنى. ايوه ايه على ايه؟ على الحاجات. والله ده انت كده انت اصبر بقى. الكراتين ديالي. بص الكارثه اللي عاملها. والله ما جبت الحاجه صغيرة لي، جبت لي وليلك. لا والله. يا سلام يا الله اكبر. يعني شاري حاجات معديه ال 10000 درهم وانا اشوف الرساله واصعق. لا حاجات عشان خاطر تقولي لي جايبه حاجات لي. كتسهل. ايوه ماشي. ما انا مش فاهم انت فرتكتي فلوس كل ده علشان خاطر ايه؟ عليهم عرض. عليهم عرض. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عرض 11 11. خلاص انا كده كده هتفتحيهم لوحدك ولا تفتحيهم مع اتفرج الناس؟ لا
لا احنا نفتحهم سوا. لا الواحد عشان ما تفضحش. صافي بتحوم ده. خلاص الفيديو، خلاص الفيديو الجاي ان شاء الله نفتحه. ونشوف ردة فعل محمود دي الحاجة التامينة اللي جبتها. ده نسكتي ده، انا ردة فعلي اصلا لوحدها اصلا غايرة في داهية. تشوف شنو بسبب الموضوع ده. نعم. هتغير رايك، هتغير رايك، هيعجبك اللي جبته والله. ما اعتقدش بصراحه، انت ما بتجيبيش حاجه عدله بصراحه. انا شكرا. مش بثق فيكي. شكرا. انا اخرك هتلاقي عجب. هتلاقي جبالي انا جبت ميرال على فكره، هي عدله وحلوه جميله والله. ما بتجيبش حاجه عدله. لا والله. المهم استنى ونغفط حول عن عملوا انبوكسين للحاجات اللي جبتها اونلاين من امازون. شاري حاجات ب 10000 درهم ونفاجئ محمود. عارفه عارفه الحاجات دي لو يعني لا هي الجلطه مش هترجع لك. قالوا لك الجلطه جت مره واحده مش هترجع. فانا ضمن انك مش هتحصل غلطات. ما انت ما تعرف انت ما تعرفش. لا خد الدواء بعدين. حرام عليك. خد العلاج وبعدين تعالى نفتح. يلا بس اخد ايه؟ يلا العلاج. اديك العلاج. يلا نعطيك الدواء وتاخذوه وصافي. لا باذن الله ان شاء الله تعجبكم الحاجات اللي جبتها. انا بصراحه قلقان. تقولوا لي رايكم في الحاجات اللي جبت في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. وانتظرونا احنا مش جايين. ما تنسوناش من سبسكرايب وشير ولايك الفيديو. احنا الفتره الجايه هيبقى في فيديوهات كتير ان شاء الله. احنا بعد مره اليوتيوب يعني ايوه ما تحمسوناش، خصكم تحمسونا باش نزيد لكم فيديوهات. ايوه التحميس. ايوه التحميس 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 تاع نحمس الزجلان. ايوه بالظبط. ايوه يا الله. بالظبط في تشجيع يبقى هنشتغل. ما فيش تشجيع احنا مكسرين الدنيا على التيك توك ومكسرين الدنيا في المنصات الثانيه. تمام. على اليوتيوب خصنا تشجيع منكم. بنحس صح. خلاص بن ما كيبغيوناش فعلاش نصوروا لهم احنا ما تاحي ما كيبغينا. لا والله الناس كلها بتحبنا الحمد لله. بس هي الفكره كلها ان يعني احنا ما كملناش حاجه. لا. على اليوتيوب خلاص ما تعيطيش والله. هيدوا لك سبسكرايب اهو. هيدوا لك سبسكرايب وهيدوا لك سبسكرايب سبسكرايب هيدوا لك سبسكرايب وهيدوا لك لايك وهيعملوا لك شير وهيكسروا الدنيا والله. والله انتظرونا احنا جايين. ايوه اذا كان كده يبقى احنا جايين. يلا انا رجعت ليكم انا كمان معاكم اهو. احنا الاثنين بتيشيرتات الياوتيوب فعاملين ستايلات جامده جدا. بالظبط. ما لازم يعني اهم من الفن بتكون في الفن. ما تنسوش تشوف سبسكرايب وتنسوش لايك والشير والعكاز ديالك كيعمل هنايا شبار فيه مزيان. العكاز كان هنا. عندكم هو اللي خلينا نصوروا فيديوهات بزاف. ولا جبرناكم ما كدعمونا شي راه حنايا صافي كنمرض نفسيا وما كنبقاش داخله اليوتيوب اصلا. والله خلينا بقى في الناحيه الثانيه بقى. اللي اضل بعدك. بيقول لك التقدير خسرنا كتير. فتحيتنا لحسام حبيب وشيرين مره ثانيه بنبارك لهم بالجواز. عملوا فيديو دلوقتي على التيك توك. ايوه اجوا معنا عند اجوا معنا التيك توك. باذن الله نروح التيك توك وبعد كده نرجع تاني على اليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عشان خاطر بس قولوا لمحمد الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك. قولوا له الحمد لله على السلامه ان شاء الله وان شاء الله تكون اخر الاحزان يا رب باذن الله. وتتذكر ما تنعاد باذن الله. تذكر ما تنعاد. وقولوا لنا بالمغربي بتتقال ايه. ايوه اهم حاجه قولوا لنا بالمغربي بتتقال ايه. تفكروا معناها. طبعا يا جماعه احنا لازم نثبت معاكم موعد عشان خاطر الموضوع بتاع الفيديوهات بتاعت اليوتيوب. فان شاء الله فيديوهات رئيسية نخليها نهار الجمعة. بالظبط نهار الجمعة في فيديو ان شاء الله. لازم يكون كل جمعة في فيديو الساعة 8 تمام بتوقيت دبي والساعة 6 بتوقيت مصر. والتحريشات نعملوهم في الأسبوع بتوقيت الى صورنا بتوقيت مغرب 4 بيكون الساعة 4 الساعة 8 بتكون الساعة الساعة 8 بتكون الساعة كام؟ الساعة 4 الساعة 4 بتوقيت المغرب 4 العصر والساعة 8 بتوقيت دبي و6 بتوقيت مصر بإذن الله. يكون في فيديو كل يوم جمعة. في وسط الأسبوع بقى في فيديوهات بقى هتلاقي مثلا لو في مثلا إيه تحرير مثلا حاجة كده نبغى نطيب له شي حاجة حاجة مثلا معينة تبقى إيه كده في وسط الأسبوع مفيش مشكلة. لكن في فيديو كل جمعة بإذن الله هيكون أساسي. ان شاء الله هنثبت فيديو كل جمعه باذن الله, بإذن الله. بعد التسهيل واهم حاجه عايزين الدعم يا جماعه. الدعم هيفرق معانا كتير جدا هيخلينا نقدر ان احنا ندي وقت كبير لليوتيوب لليوتيوب وللقناه عشان خاطر نكون متواجدين عليها اكبر كم ممكن يعني. بس فاللي يشوف فيديو من فيديوهاتنا لازم يديله لايك. هو لايك واحد بس مش عايزين اكتر من كده. ادي له لايك وبعد كده خلاص.
كده ما انت كده عملت اللي عليك. وانتظرونا في الحلقه الجايه باذن الله عشان خاطر نفتح الجريمه بتاعت مريم شاريه ب 10,000 درهم يا جماعه حاجات استاهل ليا وليكم ميران. ده انا انت حره والله العظيم انا لسه هنفتح الحاجات ونشوفها. جبته والله جبته. هنشوف بقى ان شاء الله هل هي شاريه حاجات حلوه ولا هي انا لسه ما فتحتهاش. هنفتحها سوا وباذن الله اقول لكم رايي بقى اذا كنت هخنقها. ويعني لو عرفتوا ان هي حصل لها حاجه تعرفوا بسبب الفيديوهات بسبب الحاجات الشحنه بتاعت امازون دي باذن الله. اتصلوا على رقم 555 في الاسعافات الاوليه بإذن الله. يلا استنونا الحلقة الجاية. حبيبنا في كل مكان بنحبكم جدا بننبسط جدا معاكم وأوقاتنا معاكم بتحلو. ليه خليني كنت طويلة زيك. أيوة جلس تمام. منتظرون إن شاء الله الحلقة الجاية هتكون حلقة نار وحصرية هنفتح فيها الحاجات أم 10,000 درهم اللي بقى مريم اشتريتهم من أمازون في 11/11/2011. ايوه عروض 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 انا بحب العروض. يلا حبيبنا بكل مكان باي.